كشفت الإحصاءات الحديثة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية عن أن إجمالي الحيازات الأجنبية لسندات الخزانة قد تراجعت إلى 6 تريليونات و16 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، متراجعة عن مستواها القياسي الذي بلغ 6 تريليونات و22 مليار دولار خلال يناير الماضي، بعد أن خفضت أمريكا الاقتراض الحكومي بشكل حاد مع وجود عجز في الميزانية تقلص إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الثلاث الماضية، في خطوة لدعم نمو أكبر اقتصاد في العالم بعدما أنهكته الأزمة العالمية. ومنذ الأزمة الاقتصادية خلال العام 2008 كانت الصين هي الحاملة الأكبر للسندات الأمريكية، ولكن مع نهاية شهر فبراير الماضي تفوقت اليابان للمرة الأولى على الصين كأكبر مالك لسندات الدين الأمريكية، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية للسندات التي تمتلكها اليابان إلى 1,224 مليار دولار، متفوقة بفارق ضئيل على الصين التي تمتلك نحو 1,223 مليار دولار، منخفضة من 1,273 مليار خلال العام الماضي، بعد أن قامت ببيع جزء من احتياطها خلال الشهر الماضي لتعزيز عملتها المحلية. وتسعى الدول التي تشتري كميات كبيرة من سندات الخزانة إلى تعزيز قيمة عملاتها مقابل الدولار، فتراجع الين يجعل الواردات اليابانية أرخص في أمريكا، وبالعكس تكون الصادرات الأمريكية أكثر تكلفة في اليابان. ومع ضعف التدفقات النقدية المحتملة وضعف العملة في الصين، يرى المحللون أن بكين ليست في حاجة إلى تكديس أكثر للاحتياطات بالدولار.